بطل الأردن الأولمبي أحمد أبو غوش يعتزل في السجن. أعلن البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو غوش اعتزاله دولياً عن 24 عاماً بشكل مفاجئ. ونشر أبو غوش قرار اعتزاله عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: أعلن اعتزالي عن المشاركات وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية. وبعد ساعات من قراره أصدر الأمن العام الأردني بياناً قال فيه إن أبو غوش موقوف على خلفية قضية جنائية لا علاقة لها بأي شأن رياضي أو أولمبي. ويعد أبو غوش صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية، فقد فاز بالميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كيلوغرام في أولمبياد ريو دو جانيرو عام 2016. وحفر أبو غوش اسمه بأحرف من ذهب حين أطاح بالروسي أليكسي دينيسكو في المواجهة النهائية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتزال أبو غوش وسط دعوات له بأن يعود عن قراره. من جانبه أصدر الاتحاد الأردني للتايكواندو بياناً أوضح فيه أنه لم يبلغ بشكل رسمي بقرار الاعتزال ولا يعرف دوافعه. فما هو السبب الحقيقي وراء اعتزال فخر الأردن بهذه الطريقة المفاجئة وفي عز شبابه؟